أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح، المنازل أضرحة، والزنازن أضرحة، والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني، أنا ندم الغد والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة، وشعاري الصباح. بنحتفل في هذا الشهر وفي أمسيتكم لبرنامج أما بعد استوديو 34 اليوم بقامة كبيرة، أمير شعراء الرفض أمل دنقل. تحياتي لكم طارق عبد الفتاح وزميلتي فاطمة السردي، سنكون معكم على مدى ساعتين إلى ربع تقريبا. مساء الخير طارق. مساء الخير مشاهدينا الكرام. الفقرة الأولى ستكون مع شاعر الكبير أمل دنقل الذي ما زال يؤثر في أجيال متتابعة للشعراء. أمل دنقل بعث الأسطورة العربية والأسطورة المصرية في شعره، ربما دراسة في شعر المقاومة لا تخلو من أمل دنقل بالضرورة، وكيف كان ملهما لكبار الشعراء. الفقرة الثانية ستكون عن تطوير الإدارة المحلية في مصر، عدة قضايا نطرحها في هذا الموضوع الخاص بالإدارة المحلية ومقاومة الفساد المستشري في الإدارة المحلية، والإعداد لقانون جديد للإدارة المحلية. ما هي أهم بنود هذا القانون أو المقترحات التي تقدمت لهذا القانون؟ الرؤية، رؤية التنمية الخاصة بالإدارة المحلية والانتخابات المحلية، خاصة أن الرئيس دعا إلى سرعة عقد الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن. سيتم مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد خلال شهر، وبالتالي سنطرح معكم قضايا مهمة جدا، قضية الديمقراطية، كيف يمكن أن تتحقق الديمقراطية في هذه في المحليات، وخاصة أن منصب المحافظ ما زال محل جدل، هل سيكون بالتعيين أم بالانتخاب؟ هذه الفرضية القائمة على العصبيات والمحليات، هل يمكن أن تحل بطرق مبتكرة أو طرق جديدة؟ فقرتنا الثانية ستكون مع زميلتي فاطمة السردي، ولكن دعونا نمهد لأمير شعراء الرفض، لأنه مثلا الكعكة الحجرية، احنا موضوعنا هيكون القصيدة السياسية وفي زمن في شعر أمل دنقل وما بعد أمل دنقل. الحقيقة الكعكة الحجرية أصبحت هي ذروة الصرخة الاحتجاجية للشباب المنادي بالحرب على إسرائيل واسترداد التراب الوطني، والكعكة الحجرية كانت رمز إلى ميدان التحرير اللي تظاهر فيه الطلاب وسقط ضحايا وقتها، وأصبحت الكعكة الحجرية بمثابة المانيفستو للحركة الوطنية في هذا الوقت. أيضا قصيدة لا تصالح حظيت بنفس يعني الجمال أو الرمزية، لأنها أصبحت مثار للفصائل السياسية عبر أجيال متعاقبة عندما تعلن عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل، لدرجة أن بعض العمليات الفدائية اللي قامت بها فصائل حتى فلسطينية وغيرها في حربها ضد الكيان الصهيوني كانت في كثير من بياناتها تصدر أبياتا من قصيدة لا تصالح لشاعرنا الكبير أمل دنقل. الحقيقة لا تصالح أيضا يعني كرر فيها شاعرنا الفعل لا تصالح 20 مرة في قصيدته اللي صارت نشيد لرافضي الخنوع والخضوع وفي حبائل الشيطان الصهيوني، وأصبحت رمزا لمقاومة التطبيع مع العدو الأصيل إسرائيل. تكرر الفعل 20 مرة وكرره أو كررته الأجيال التي تعاقبت، لكننا كنا نردده ونحن نوقع صلحا مع هذا الكيان الصهيوني ونوثق معاهدات ربطت أقدامنا بأغلال تعوق أمتنا العربية عن التحرر والتقدم للأمام. هو شاعر النبوءة، أمير شعراء الرفض العربي الجنوبي الأصيل القومي العربي المصري العروبي، ابن الفقراء ومحاميهم الشعري الأول. هو عصفور ظل صوته يتردد في الفلوات العربية مغردا للحب وللحرية وللعدل، رافضا كل أشكال الخضوع والخنوع. هو صاحب النبوءات والمسحرات الذي أنذرنا من كارثة التفريط في حقوق الأجيال،
هو زرقاء اليمامة الذي رأى جثثنا تتراكم ويمر عليها الأعداء، فحذرنا ودق أجراس الخطر مرارا، فهل كنا عميانا صما بكما؟ ولماذا اخترنا الطريق المضاد لأحلامنا وكرامتنا؟ قضايا كثيرة يطرحها أمل دنقل، ربما لا تصالح، كانت في أعقاب سياسية، أعقاب اتفاقية السلام، كان لها موقفا، سياقا تاريخيا، كان انتصارا تم تحويله إلى هزيمة، فبالتالي كان هناك موقف من هذه المصالحة أو الاتفاقية التي تبدو مصالحة. لكن فيما يتعلق بالرفض وما بعد الرفض، ربما تقدم أمل دنقل صفوف الشعراء وصفوف المجتمع في رفض السلام مع العدو، ولكن البديل كان الحرب، والحرب غير ممكنة. هل هناك أفق لهذا الرفض؟ كيف غير ممكنة؟ كيف فاطمة؟ نعم. الحرب غير ممكنة كيف؟ نحن نكره الحرب. لا يعني الحرب يعني ولا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هو فعلا قامت حرب 73 وانتصرنا فيها، ولكن هل نحن على استعداد لحرب؟ الفكرة هل نحن على استعداد؟ ما تأخذه بالسلام الأقوى أم ما تأخذه بالحرب أقوى؟ يعني فكرة الحرب يعني ليست بالضرورة المقابلها الاستسلام. الحرب لا تطلب لذاتها، ولكنها تفرض عليك، وهكذا تعلمنا من القرآن الكريم، لقد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هو كان يحذر من التفريط، من التفريط في الأرض، التفريط مع العدو الصهيوني، لأنه كان يرى المصير الذي وصلت إليه أو وصل إليه الوطن العربي من تفكك ومن مؤامرة ومن سايكس بيكو 2، هذه رؤيته الشعرية. طبعا كان صاحب رؤية ثاقبة ورؤية تنبؤية مستقبلية، بس برضو ما تحقق من خلال اتفاقية السلام من هدم وتدمير للمجتمع العربي والثقافة والدول العربية يعني يكافئ الحرب ذاتها، كأنها دخلت حربا وانهزمت. يعني فكرة هل الحرب في العصر الحديث، هل هي فكرة القتال وجها لوجه، أم أن هناك وسائل أخرى لهذه الحرب؟ المصالحة هل بالضرورة الإذعان؟ هل المصالحة هي الإذعان؟ هل بالضرورة الموقف الذي كتب فيه أمل دنقل هذه القصائد يتطابق مع الموقف الذي نحن نعيشه الآن؟ هذا ما نطرحه على جسم الدكتور صلاح السري بالفعل بعد فاصل، بعد التقرير. سوف نلتقي بعد تقرير عن أمل دنقل، نلتقي مع دكتور صلاح السروي والزميل طارق عبد الفتاح، ونعود مرة أخرى إلى أما بعد.